انايا ملي كنت صغيره هذيك 22 مراهقه وطيش وقلت العقل، وبدون استشاره الطبيب مشيت خديت واحد الدواء ديال كان غلط، هو ماشي ديال الغلط ولكن هو كيغلط. الامراض دابا بوش اللي قلتي لينا كلهم بسبب هذاك الدواء؟ بسبب هذاك الدواء ولدي، انا ما بقيت باغي والو، انا بغيت انا باش نعيش ولدي. دابا المشكله تما ولدي ما بقاش راضي بيا، ما كيبغيش يمشي معايا في الطريق وما يبغيش يخرج معايا. بغيت نقول زعما انا انا ما بقيتش كنقدر نمشي عند العائله، قلت لك كيبقاو يقولوا لك كيف بقيتي وي صبري وي. الدواء دابا دمر لك حياتك ابو وشرة؟ دمر لي حياتي، تنبغي نلبسها بحال الناس. انت شتي انا وليدي اش لابسه؟ قول لي هذيك الدريه غيقول لك هذيك كي كانت في الصوره كي الأميرة. ما بغيتش نموت ونخليه يضربوه. متابعي قناة مغارب نيوز، أهلا وسهلا بكم. اليوم كنت تواجدوا في المنزل ديال الأخت بوشرى، أخت بوشرى اللي تناولت الدواء ديال الزيادة في الوزن، لكن لديه مجموعة من الأعراض اللي الآن دابا كتعاني منهم. هو لديه ايجابيات لكن سلبياته اكثر من ايجابياته. بوشرى مرحبا بك لقناه مغارب نيوز. اول حاجه بوشرى بغينك توضح الجو المغاربه، لانك قصه للعبره، تناولتي دواء للزياده في الوزن ولكن سلبياته كثيره، اللي من بين هادشي اللي فيه دابا وغتحاولي توضحي الجو المغاربه. مرحبا ولدي، انا يا ملي كنت صغيره هذيك 22 مراهقه وطيش وقلت العقل، وبدون استشارة الطبيب مشيت خديت واحد الدواء ديال كان غلط، هو ماشي ديال الغلط ولكن هو كيغلط كينفخ، ومن الأعراض ديالو أنه قالوا لي أنا الناس راه خايبة، من الأعراض ديالو خايبين، ولكن حتى أنايا ما قلت لهم ماشي مشكلة، غنديرو غير واحد الوقت ونحيدو. أنا درتو مني بغيت نحيدو ما بقيتش قدرت نحيدو، بحال مشى في الدم، وليت كنقول حبة وحدة في النهار ما دات ما جابت، وبقيت غادية من 22 عام حتى قلت شي 10 سنين، 10 سنين وانا كناخدو. من وراها خدمت في شركات عادي، من وراها مني ما بدا الاعراض ديال واش هذوك 10 سنين اللي خديتي فيها الدواء هذا كانت شي نتيجة زاد الوزن ديالك؟ كان عادي، ماشي شي وزن ولكن عادي، غير هو هذيك 10 سنين انايا بدا ينفخني، بدا الشكل ديالي الهرمونات بداو يمشيو، الشكل ديالي انا تغير، ولا الوجه مدور، كيولي الوجه مدور، هي كتنفخ كتنفخ، شديتي شي حاجه نفختيها صافي. مني كلشي تنفخات والشكل تغير هكذايا، يعني انا كنت كنخدم في يعني كوميرسيال ايموبيلي، هادشي ديال الكوميرس، كنشد بيرو نشد ليه الحساب ديالو بحال هكا، ولكن مني كيتغير الشكل ديالك مابقاش لا بريزونطاسيون، مابقاش بقيتش كنعطي، يعني كيطلبوا لك الشكل صافي. قلت تزوجت وولدت وليدي، راجلي ما بقاش معايا، مشيت قلت نخدم في السعوديه خادمه بيوت، مشيت للسعوديه كيعطوك تقول وتماره وهكا، كان الفضق ولكن ما كانش الاعراض ديال الكره في الوالده، مع هذاك الفاني دار لي كره في الوالده. مني جيت من السعوديه بديت كتمارة والحاجة كنهز تقول بزاف، بنادم النفس عنده خيبة ونخدم بديت كنهز تقول، بدات الفضاق بدا يتشرق، بدات الكرة كتنتفخ وتخرج من كرشي، كتدفع كرشي على برا، ما بقيتش كنقدر نتحمل. رغم ذلك بقيت خدامة خدامة خدامة، شوية كرشي بدات كتكبر، ما مشيت دوزت هنايا، قالوا لي عندك المراره حجره، او ثاني مشيت دوزت قالوا لي الغده الكظريه اللي فوق الكلوه ما بقاتش خدامه، اللي كتفرز الكورتيزول باش غنفيق من البنج، او ثاني طلبت الناس ثاني وقفوا معايا في ميريزكو
هي فاش قالوا لي كاينه الكره بانيت كنهضر وكان كتشدني بحال هذاك الشيء النفاخ على صدري. انا دابا ما بقيتش طالبه حتى حاجه، انا يعني ما باغا حتى حاجه من الدنيا. عيني حتى هي ضربت ليا، ولات عندي جلاله في العين. الامراض دابا بوش اللي قلتي لينا كلهم بسبب هذاك الدواء. بسبب هذاك الدواء ولدي، انا ما بقيت باغا والو. انا بغيت انايا باش نعيش ولدي. دابا المشكله تمن ولدي ما بقاش راضي بيا، عنده 10 سنين اخويا ما كيبغيش يمشي معايا في الطريق، كيكون غادي معايا والناس كي بعض المرات مع الشكل باين مريضه مسكين ماشي هما يا كيستهزئوا منك ولدي، ولكن كتبقاي فيهم كيشوفوا فيك كيبقى يعاير فيهم ولا كيبقى يدير بحالك. هذا الابن ديالك هذا كيشوف الناس ويشوف فيا انا وما يبغيش يخرج معايا. ما بغيتش نقول زعما انا ما بقيتش كنقدر نمشي هاد العائله. قلت لك كيبقاو يقولوا لك كيف بقيتي وي صبري وي، وانا كنعيا باغا ندير. انايا كنصاوب برودوي هذاك ديال ساني كروا، نروح كنمشي لسيدي مؤمن، والله الا الناس كيقولوا لي باظليك كناخذ الروح السيك ونخلطو في القراعي ونصاوب لي زيتيكيت، كندير هادشي ديال لافوغرافيك تنعرف ليه ونديريه ونصاوب وندير نمرتي وندور. ولاو عندي كليان راه دابا مدة 4 سنين انايا عايشة بهذاك الشيء. حد الان بوشرى مازال كتقاتل على القوت اليومي ديالها. وكنفرحانه، ولكن الصح اللي ما مسادانيش ولدي. راه كنقولها لامي، كنقولها مع القراعي دوكا نروح ثاني كروا، كنقولها امي انا نطلع حتى 20,000 ولكن صحتي كنزيد شويه ونجلس. بحال دابا الا بغيت نبيع خصني نخرج مع 11 الصباح. قبل كانت عندي صحيحه شويه مزيانه، كنت نص نهار الصباح دغيا نبيع 20 قرعه. كنقول امي ناري امي يكون عندي زعما كنايه موطور ولا عندي فاش نمشي، راه نبيع حتى 60. فاش كنتي كتبيع كروسه ديك الساعه؟ كندير هذيك الكروسه ديال الخضره تقعد دور بها على رجلك. كنمشي لسيدي مؤمن كتقدر لي السلعه، نمشي لسيدي مؤمن تقدر السلعه ونجلس عند الكليان عندي معاه. كندور انا في قهوه عندي كليان قهوه سناك فهمتي. ولات بحال دابا اليوم ندير سيدي مؤمن، غدا ندير عين برجة، وما نرجع لسيدي مؤمن على 15 يوم بما كتقاد علي هذيك القرعه. حتى ولا الكليان ديالي كاين، كنتقدى السلعه نجلس في القهوه نعمر في القهوه قراعي ونلصق التيكيت نخرج نبيع. ولكن صح ما بقاتش مساعداني ولدي. انا هذاك الدري يعني كنقول انايا مادام بنادم ضرب تماره وصحته مشات على الاقل يلقى نتيجه مع فرعي مع هذاك الدري انايا على عليه. وبغيتو انا نخرج معاه ويفرح بيك. انت فرحانه بولدك؟ هو مسكين ما هو باقي نشوف لحد الان عقله باقي صغير. عندنا حتى حنا كنا صغار كنقول امي الا كنتي بغيت تمشي معايا امي المدرسه لبسي جلابه الفلانيه زوينه صحاباتي مواتهم جايين زويونين. وحتى حنايا كنا بحال هكاك كيبغي يفتخر بامو، ولكن انا جاد ما عنديش. بعض المرات كنمشي نجمع فلوس ما كنقول بلا ما نشري بيجا انا مالي زعما عادي كنشري حوايج على قبلو شي بيجاما كنقول ليها انت هاي شريت هاد السيرفيت زوينه ولا هاد الجلابه زوينه باش نخرج معاك، ولا كيقول لي ماما يا وقادي شعرك وقادي زيفك وديري وكاي وديري عقل الصغر هذا هو اللي كيدير بحال ما هكا. بوشرى مجموعه من النقط شرشي ليها. دابا بغينا نعرفوا بوشرى هاد المعاناه اللي كانت ضحيه ديال الدواء ديال الزياده في الوزن، فين عايشه دابا؟ كيما جينا شنا لقيناك في السطح عايشه سطح راسك، مجموعه من النقط شرشي ليها في الكواليس تقدري توضحها لجو المغاربه. بالنسبه ليا انايا عندنا دارنا لتحت في البروميير ايطاج، ولكن بحكم انني كندير لي كوش يعني نكون دابا جالسه يعني اي حاجه تقدر تصب من المخرج بلا ما نشعر حقتش الكره حاطه على الوالده. والدار انت عارف الدار يعني تعمر لهم الدنيا وهذاك الشيء عندهم كي غيديروا الا الدار يعمر خصو يتحيد اش دير تشمشو. ما انا تعالى ما بقيتش كنستحمل هذيك النظره
يعني تنوض وبنادم يقول لك فيك ريحه بيبي ولا عادي. ولي كوش صعيب عليا نشريهم يوميا مع ماشي العادي الكيلوط، مره نشريهم مره ما نشريهمش. الثمن ديالهم غالي هذا النوع ديال تقريبا باكيه كبيره 1800 ريال، وانا خصني في النهار كندير بعض المرات 4 في النهار، 4 ديال لي كوش في النهار. الا بغيت زعما كينايا نبقى نقيه بلا ريحه، من بعد مرات راه كندير كوشه كنخليها النهار كامل. الحمد لله الحمد لله على كل حال. ابوش داكشي علاش انايا سكنت هنا في السطح، هما يعني ما مجريش عليا، ولكن راه صعيب الحال. راه الى المشاهدين راه يعرفوا العيالات سداري ولا بعض المرات نكحبر سير بلاص يعني بلا ما نوض حتى للطواليت، هاي كنكحب كتطلع كلشي. داكشي ربما عندي حتى هذيك جرثومه المعده. ملي لجاش الاطباء وعطاوك هذا المرض هذه الامراض مجموعه من الامراض اللي عندك، قالوا لك ان فعلا هذاك الدواء هو السبب الرئيسي. الدواء السبب الرئيسي ودابا المشكله بانني ملي مشيت ميريزكو مشيت دوزت هكا، قال لك هادشي راه ما يمكنش ديريه في ميريزكو، حقاش راه خاصك تدخلي كلينيك طاقم، حقاش عندي المراره والوالده والفضق والغدة الكظرية، يعني راه خاص اللي غيتبع لك الغدة الكظرية وهاديك يعني غتكوني بجهة وحدة، ما يمكن ليكش تمشي كل بلاصة بلاصة. وميريزكو كيصيفطوك من جهة لجهة. عييت واحد النهار مشينا مع 12 الليل داني خويا باش درت سكانر، وعاد باش جاني صيفطوني صحاب الغده. ملي مشيت عند صحاب الغده حتى دخلت ثاني وما يديروا الاضراب، دخلوا علينا الدراري والطبيبه ناضت. انا باش قالوا لي ثاني 28، ملي مشيت ثاني ل 26، ملي مشيت ل 26 قالوا لي انت راه مستعجله راه خص يكون معك شي واحد. قلت لهم راه امي دات با باش دار لي ريم، يلا توفى لي الوالد ديالي بسرطان الكبد الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النار. ومسكين كان هاز لام ديالي وقال لي يا بنيتي راه ما عنديش جات. الحمد لله دابا انايا خاصني باش ندخل الكلينيك قالوا لي هادشي راه ماشي ديال السبيطار ديال يعني ما عندهم ما يديروا ليك، هادوخلي غيخرجوا يقولوا لي الله يرحمها. هادشي اللي قال لها واحد الدكتور. الدواء دابا دمر لك حياتك ابو بشرى. دمر لي حياتي عايشه غياب بحال الناس، تنبغي نلبس غير بحال الناس. انت شتينا وليدي اش لابسه بشرى دابا كيف ما انتي ضحيه ديال الدواء، مازال كنشوفوا الشابات المغربيات لا زالوا كيتناولوا الدواء من اجل ان شاء الله كيقولوا نغلاضوا كما قلتي انتيا عقل ديال الصغور. بغيناك توجهي لهم شي رساله مؤثره، لان القصه ديال العبره يستافدوا منها دريات اخرين. شنو هي الرساله ديالك باش توجهي للشابات المغربيات؟ بغيت نقول لهم بالنسبه ربي مني كيعطيك واحد الحاجة واحد الصفة واحد الشكل، راه وإلا عارفة شنو راها الشكل ديالك. ونفس الرياضي إلا بغاو يزيدوا في الوزن من الأحسن يمشوا عند الطبيب، هي من غير الوزن أي دواء أخويا باستشارة الطبيب، حقاش راه صعيب الحال بأنك واستشارة الطبيب وراه عندك فيها مشكلة. حقاش أنايا كانت من صحابة الدكتورة ديال الغدة، ملي ضربت لي الغدة قالت عطاتني واحد الفانيل بديل، أنا ما استحملتوش حقاش لادوز ديالو ناقص، وعطاتني معاه واحد مع هاد الفانيل كيضرب حتى الغدة النخامية. أنا ما خديتوش كندخل وخرج في الهضرة، عطاتني واحد الفانيل، هذاك الفانيل انا مع المده ما بقيتش لقيتو، هو زعما على اساس كيحي الدماغ. مني عيطت لواحد السيده من العائله فرنسا سولتها عليه، قالت لي راه قطعوه راه لقاو فيه لا دروغ، يعني ها هو باستشاره الطبيب ولقاو فيه مشكل. يعني حاولوا الناس يبعدوا كاع على الادويه، الا ما مريضاش وما خاصكش هذاك الدواء ما تديريش دواء لا للغلظ ولا للضعف. علاش الغلظ؟ راه هي سمنه
وإذا كان بنادم ضعيف بزاف يدوز يشوف مناش ضعف، ولكن باش غلاضي راه عايش سمنة وكوليسترول وأمراض، وهانتوما شتوني، هو ضيع لي المستقبل ديالي. أنا عندي دابا 44 عام، كملتها في شهر واحد، يعني باقا نعطي وباقا نخدم وباغا نخدم، ولكن الصحة خانتني الصحة، وعيني تا هي ضربت لي. دابا أنايا إنسان من بعد نقدر نبقى نضحك مع الأسف، كنعرفو قرب تنديرها، عندي واحد البعد محدد باش كنشوف بيه، مكنشوفش مزيان، مشات ليا العين. دابا أنا كنطلب من الناس يعاونوني باش نحي ندير هاد العملية، عندي شي 3-4، عندي المرارة وعندي الوالدة فيها كورة، وعندي الفضق وعندي الغدة الكظرية وعندي عينية. لا إله إلا الله، واش راك ما دابا شناك الجلد ديال البشرة ديالك؟ قلتي لينا في الكواليس بغيناك تقاسمي مع المغاربة. بالنسبة لهاد الفانيد كيضرب حتى الجلد ديال البشرة، الجلده ديالي انا دابا تحرقات ملي كنت في السعوديه، دابا العافيه نقدر ما نحسش بها. كنت في السعوديه كنصاوب لهم واحد المسمن كيتسمى على ساج، انا كتعكي عيط، انا الوحيده اللي كنصاوبو. علاش؟ مع كتبقاي دير دهني في هذيك الكاسميت، وكندهنها بيدي، كنهز العجين ونضرب بيدي، وما كتحسيش بالعافيه. نحس بالعافيه على مود، انا باش نحس بالعافيه خجرب لي الهرمونات، الهرمونات ولدي كل الضربات، هم ما نحسش بالعافية. يعني السنان مشاو ضرب السنان، مركب الفم ما كنقدرش نديرو، حيدتو على قبل ولدي كيقول لي مبقاش ديري، وصافي حيدتو. دابا تمن الماكلة ما كناكلش مزيان، المعدة دائما ضراني، عندي داك الجرت ما كنعش بعدا بالليل، غير كنحط راسي كيطلع داك الشيء من هنا وكنحس بيه، يعني وليدي ما القاطع. اقسم بالله العلي العظيم، مع دابا كندير الزيف على كدا ونمسح، الغد ليه كنلقى الزيف مثقب، وحق الله العظيم اوليدي بالنسبه داكشي اللي تخرج اللي كنخرج. واحد النهار قلت لها، انا جربت درت هكايا ودرت هنا البرصه حساسه، الغد ليه لقيتها محروده، يعني لاسيد ديال سميتو ديال المراره. ورا في 2017 اخويا قال لي راه عندك مستعجله الدكتور، حاجه فيها سنتيم ونص في 2017. انا راه معايا الله سبحانه وتعالى، مني ما فاضتش، ولكن ربما هذاك الشيء كيخرج خرج. هادشي اللي قلت انايا، قلت علاش ما فاضتش؟ حقاش ماشي تحبسات، كيخرج ليا كلشي كنطلع. دابا نكحب ما نتسناش، داك الشيء علاش ما كنقدرش نجلس في دارنا بزاف، ما نجي نوصل للطواليت مازال هنا دايره هذوك الزريبيات، هذاك ما عادش الشهر هذا هكا في الارض، باش الا كانت شي حاجه دغيا عطاتني امي هذه الماكينه هذه، دائما لدرجه كاع وليت امي دابا تا هي مع الوالد توفى، مسكينه عندها الامراض تا هي ديك المزمنه. انا كنصب بزاف، ولي يجينا الماء بزاف، وليت كنخلي الحوايج مجموعين تيخناسو، حقاش ولي يجينا الماء والضوب بزاف، 18000 ريال بزاف. مشينا تاني هضرنا معاهم، قالوا لا راه عندكم استهلاك، والستهلاك ديالي انا غادي تسالي وتشوف ماكينه كنخليها عامر باش كندير دوره وحده، خاطرش دائما حيد السروال، دائما هذوك الهراد القدام هو اللي دايره، كنجيو ما كنجي راه ماشي مانط. واش كيما قلتي لي دابا انت واخا كتغسلي يديك كيبانوا، كيقولوا بنان بحال مسخ، كيبانوا بحال مسخ. لا اله الا الله، ومبقيتش كنقدر حتى الحمام نمشي ليه، انت راك شفت تصاور كلشي. دابا كاين نيت قالت لي امي نديك، تخافي من بعد الناس يتنمروا عليك؟ مبقيتش كن اش كتسوق عليك؟ لا مبقيتش كنتسوق ليهم، قالت لي امي نيت نديك الحمام، شديك مرا تا هي امي مسكينه ما تقدرش تحك ليا، قاش انا دابا رجليا ما نقدرش منقدرش تقاشر، كنقول لولدي لبسهم ليا، انت دابا ما لبستهمش حقاش مشى للمدرسه، كنعيط عليهم يطلع عدي. واش راه عمر ظنت الحياه غتجي تولي هكا، ولا تولي بوشرب الاعاقه؟ لا اله الا الله، اقسم بالله داك النهار شافني السيد خرج مسكين من القهوه باس ليا على راسي، قال لي ما عرفتكش بوشرى
هذا شي واحد كان كيعرفك في الصغر ديالك؟ كيعرفوني انا بلازر كاملين، دابا كاين اي واحد خرجتي وقول لي هذيك الدريه غيقول لك هذيك كي كانت في الصوره كي الاميره. لا اله الا الله، الحمد لله انا راضيه بحكم الله، الحمد لله على كل حال. الله يجعل لي مغفرة الذنوب. واش شنو هي الرساله اللي غتوجهي للمغاربه؟ لان المغاربه العائله ديالك الثانيه، شنو هما الرساله اللي غتوجهي لهم؟ نقول لهم الا شافوا فيا بعين الرحمه، انا راه الله اللي واخا نعاود لهم ضري ولا غربة حاسين بك ابوش. عرفتي كيشوفوني الناس كيجينا عندك يقولوا لي راك صابره، هزا معايا ضري والنور بيه. بعض المرات كنقول ربما ربي ما وصلنيش للعمليات، بغي يطول لي في العمر، حقاش الا مشيت درت العمليات ثلاثه تحت في مريض غنموت. راك شتي نتا الحاله وليدي، ان الاعمار بيد الله بوشرى، ما عرفنا شكون السابق. انا كنقول لهم الا شافوا فيا بعين الرحمه على وجه هذاك الدري، بغيت انايا نخدم على ولدي وباقي صغير. دابا المشكله انه باقي صغير، والمشكله ما كاينش باه مطلقه، والا خطيتو جداه راه يعني طول تطول لها ربي في العمر، حتى هي اللي خطاتو مسكين بقى. واحد النقطه بوشرى، بالنسبه دابا للزوج ديالك اللي كان الزوج سابقا دابا طلق، شو ما قدرتيش تتواصلي معاه ولا هو عارف فين دابا فين هذا المشكل وقع فيه بوشرى؟ هو عارف، وريتو وريتو، كان نعيط عليه كان كيصيفط ليا، ما كيصيفطش المصروف الدري لا غاية يا مرام. انا عارفه حتى هو ما خدامش في هذيك الخدمه، لا 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 على بالك، فما نقول ليها انت خويا راني خصتني شي حاجه عاوني، كيصيفط لي هذيك 8000 على 6 شهور ولا 4 شهور. وهاد الايامات ما عرفت، انا كنقولها كنقول مني ما كيكونش عنده راه كيقطع، كيقطع عليا كيبلوكيني، عنده راه كيعيط يصيفط لي اللي قسم الله 8000 على 6 شهور ولا 8 شهور ولا حتى العام، وتا انا عارفه اللي كان ما مزيراش وما غاديش ندعيه، حقاش راه ولدو هذاك. وهادشي اللي كاين كنعيط عليه، دابا خصني نضطر بانني نعيط عليه من نمره اخرى، حقاش نمرتي ونمره امي ونمره با اللي كانت عنده الله يرحمه، تا هي عيطات لي امي فيها قالها واش هادي عندك تا هي بلوكاها، يعني كاع النماري اللي عارفو كاع النوامر اللي من طرف ديال العائله ديالكم كيبلوكيها، بلوكيهم باش ما نبقاش نعيط ليه منا. يعني دابا الا بغيت نعيط ويجاوبني خصني من نمره اخرى. بوش اللي كان كيشوفنا دابا شنو هي الرساله اللي بغتوجهي ليها بوش؟ شوفي في الكاميرا وقولي الرساله. بغيت نقول ليه انا عارفك حتى هي راه خدمه على القد، الا ما كان شي حد فيا يحني في ولدو، حقاش باغي يشوفو ولدو، باغي يشوفو، ما كيهضرش على الفلوس ولدو باقي صغير ما عارفش، كيقول لي انا بابا بغيت حتى انا بابا يجي عندي ويخرجني. دابا الابن متعطش لقاء ديال الاب ديالو، باغي يشوف باه، باغي يشوف حقاش كيقول لخالو بابا. شنو الرساله اللي كتوجه قدام الكاميرا للزوج؟ بغيت نقول ليه اخويا الا عندك شي وقت جي شوف هي ولدك، ما تعطيش، هو راه عايش باش ما عطى الله، وانت رانا عارفك حتى نتايا راه الا عندك راه كتعطي، ما عندكش راه ما عندك تتمناش تجيب، ولكن على الاقل دير شي وقيته يجي يشوفو ولا يعيط عليا انا نديه ليه فين ما كان. هو ساكن في مدينه الدار البيضاء؟ كيخرج بحال دابا كاين هو كيبيع ويشري، يعني بحال قلتي فين ما كانت الخدمه كيمشي ليها. انا مستقر في مدينه الدار البيضاء. هو مستقر في الدار البيضاء، والدار عندهم والديه في البلاد، ولكن يعني يقدر يكون في برشيد، يقدر يكون في اكادير. اذا ما كاينش شي عائق غيحبسوا على ولده؟ ما كاينش، ما كاينش شي عائق اللي غيحبسوا، وحتى الا هو هو من هذوك باقي 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 يدور باقي باقي، فهمتيني يعني العجز، ها العجز. بوشرى شكرا لك بوشرى، بغيناك توجهي الرساله الاخيره ديالك. واش نقول لكم اخوتي، كي قلت لكم انايا الحاجه الوحيده اللي بغن بغي صحيحتي باش نربي ولدي، ما محتاجه حتى هو ما محتاجاش، انا بغيت ولدي ما يعيش مقهور، حقاش عارف اللي عنده راه يعيش مزيان، واللي ما عندوش ماشي على الفلوس كاع، اللي ما عندوش الراس الحنينه اللي يحطها. انا مجربه الا ما عندكش الراس الحنينه علاش تحط راسك، راه تعيش مقهور، ما بغيتش نموت نخليه يضربوه، انا دابا كنشوفه مقهور دابا. علاش مقهوره بوشه؟
كنقول لامي كنقول لامي راني خايفه مسكين يتلاوح وما عنده ما عنده حد اللي خطيته انا امي خالته كتبغي وتحن عليه قالت لك ما كاينش اللي حط عليه ولكن راه ضروري بنادم غيتزوج ويتشطن بوليداتو وما غيكونش ولد الناس عز لك من ولدك الا ما حنيتي عليه كيبقيتي الا متنا بقيتي ميتي امي راه عزيزه ليها ولكن ما عندهمش ليلا هي لا انا يكون خير والله يطول لك في عمرك اختي بوشرى شكرا لك ابو بوشرى القصه اللي العبره وكنتمنوا جوج الشابات المغربيات كما كنقولوا يشوفوا بوشرى النتيجه اللي وصلت ليها بوشرى بسبب دواء اللي الشابات المغربيات كيحاولوا يتناولوه من اجل الزياده في الوزن. لا اله الا الله بوشرى شكرا لك الله يطول لك في عمرك وشكرا لك.